السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب مدارس المدينة الأكاديمية، حياكم الله في كل مكان. اليوم إن شاء الله بالنسبة لطلبة الصف الثاني الثانوي بنتكلم عن درس جديد وجهاز جديد من أجهزة جسم الإنسان. انتهينا الحصة الماضية من الجهاز العصبي، واليوم إن شاء الله بنتكلم وانتهينا من جهاز الدوران أيضاً. اليوم بنتكلم عن جهاز جديد وهو الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي من الأجهزة الهامة جدا بالنسبة للإنسان. الجهاز التنفسي مطلوب مني الأهداف بتاعة الدرس إن أنا أعرف تركيب الجهاز التنفسي، أعرف الوظيفة بتاعته. يبقى أول هدف إن أنا أعرف إيه هي وظيفة الجهاز التنفسي. تاني هدف إن أنا أعرف مكونات الجهاز التنفسي. تالت هدف أعرف الحركات التنفسية اللي أنا بقوم بها. رابع هدف ان انا اعرف ايه هي الامراض اللي ممكن ان هي تصيب الجهاز التنفسي. تعال نشوف الاول الشكل العام للجهاز التنفسي بيكون شكله ايه. الشكل العام للجهاز التنفسي قدام منك الرسمه هي بتوضح لك الجهاز التنفسي بيتكون من ايه. لو نلاحظ هنا اول مكون من مكونات الجهاز التنفسي اللي هو الانف. الانف وبعد كده البلعوم، تمام، ولسان المزمار قدام منك اهو بالشكل ده، وبعد كده عندي الحنجره، بعد كده عندي القصبة الهوائية اللي هي بتبدأ تتفرع لفرعين، فرع لكل رئة، بعد كده القصبة الهوائية لما بتخش كل رئة بتتحول إلى اللي هي الحويصلات أو الشعب الهوائية، وبيبدأ يتكون عندي بعد كده في النهاية اللي هو الحجاب الحاجز والرئتين طبعاً اللي هم أكبر عضو في الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي بداية عشان أتكلم عنه لازم أعرف إيه هي وظيفة الجهاز التنفسي. طبيعه الدروس اللي احنا بنتكلم فيها كل جهاز لابد ان انا اعرف ايه وظيفته عشان اعرف ايه اهميته. فجهاز الدوران كنت بتكلم عن نقل الاكسجين والغذاء المهضوم وعمليه تنظيم اتزان الجسم وتنظيم درجه حراره الجسم، ودي دور في مناعه الجسم. الجهاز العصبي نقل الرسائل. النهارده لما اتكلم عن الجهاز التنفسي عايز اعرف هي الجهاز التنفسي ايه هي الوظيفه بتاعته. اول وظيفه في الجهاز التنفسي ان هو بيعمل عمليه تبادل الغازات. طبعا انا عارف ان الانسان من الكائنات الحيه اللي هي بتعتمد على الاكسجين في عمليه التنفس. بيتنفس اكسجين وبيخرج ثاني اكسيد الكربون، ففي تبادل الغازات ما بين الانسان وما بين الهواء الجوي المحيط به. هو عايز يحصل من الهواء الجوي على اكسجين وعايز يتخلص من ثاني اكسيد الكربون من داخل جسمه، فيبقى دي اسمها عمليه تبادل غازات ما بين الهواء المحيط وما بين جسم الانسان. فيبقى اول وظيفه بيقوم بها الجهاز التنفسي هي تبادل الغازات ما بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. طيب اهميه الجهاز التنفسي، يعني النهارده عشان اتكلم عن الاهميه بتاعته. اذا كانت دي وظيفه وبيقوم بها، فايه اهميه الوظيفه؟ ايه اهميه ان انا احصل على اكسجين؟ ايه اهميه ان انا اتخلص من ثاني اكسيد الكربون؟ اهميه الجهاز التنفسي ان انا بحصل على اكسجين. خد بالك انا هديك مثال عشان تفهم بيه القصه دي كويس. السياره اللي عندك مثلا، لو انت النهارده رحت نونتها منزل وبعدين وضعنا السياره ديت في اوضه مفرغه من الهواء الجوي، مش ممكن السياره تمشي رغم ان هي فيها كل شيء كامل وكل شيء ما في اي خلل وفيها الوقود بتاعها، بس مش ممكن ان هي تتحرك السياره دي. ليه؟ قال لي لان انا عشان السياره تمشي لابد ان انا اعمل، بمجرد ان انا بدور السياره بيحصل عمليه شراره كهربيه بتبدا يحصل فيها عمليه الاحتراق بواسطه الاكسجين اللي موجود في الهواء الجوي. انا لما فرغت الحجره اللي موجود فيها السياره من الهواء الجوي معناها ان هي ما فيهاش اكسجين، فبالتالي مش هيحصل عمليه الاحتراق الوقود وتحويل البنزين الى طاقه. بالظبط جسم الانسان شبيه جدا بالقصه دي. الفكره كلها ان انا النهارده بتغذى، باكل، والاكل اللي انا باكله ده تمام كده همثله بجزيء زي جزيء الجلوكوز. عشان استفيد من جزيء الجلوكوز ده لابد ان انا اعمل عمليه حرق الجلوكوز، وبسمي هنا العمليه دي اسمها اكسده الجلوكوز، ودي بتتم في عمليه التنفس الخلوي. اكسده الجلوكوز بتتم بواسطه الاكسجين، يبقى انا مهمه الجهاز التنفسي ان هو يوفر لي الاكسجين اللازم لعمليه تحويل الجلوكوز عشان يبدا يحوله الى مركبات الطاقه اللي هي الاي تي بي اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده. تمام؟ طيب العمليه دي اسمها ايه؟ عمليه تنفس خلوي. العمليه دي بينتج عنها ماء وثاني اكسيد الكربون، والماء وثاني اكسيد الكربون والطاقه اللي هي بتتمثل في جزيئات الاي تي بي.
يبقى انا اهميه الجهاز التنفسي اللي هو الحصول على الاكسجين. طب ويحصل على الاكسجين ليه؟ عشان يتم استخدام الاكسجين في عمليه اكسده الجلوكوز في خلال عمليه التنفس الخلوي، علشان يبدا يحصل جسم الانسان على الطاقه ويبدا يتخلص من ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء من خلال الجهاز التنفسي. طيب بعد كده بيبدا عندي اللي هي الحركات التنفسيه. عايز اعرف يعني ايه حركات تنفسيه. طبعا الحركات التنفسيه بتتم خلال عمليتين، اما ان انا بعمل عمليه تبادل غازات خارجي، يعني معناها ان انا ببدا ان انا اخد الاكسجين من الهواء الجوي واطلع ثاني اكسيد الكربون من الجسم، ودي اسمها تبادل غازات، وبتتم من خلال عمليتين، الشهيق والزفير، عمليه الشهيق وعمليه الزفير. طبعا عمليه الشهيق اللي هي بيتم فيها اتساع القفص الصدري من خلال ان الحجاب الحاجز بيبدا ينزل لاسفل، وبتبدا اللي هي في عضلات القفص الصدري تبدأ تتسع بحيث ان هي تدي مكان مساحة اكبر للرئتين بحيث ان هي تمتلئ بالهواء الجوي. بيبدأ يحصل على الاكسجين، فبالتالي بيبدأ ان هو يحتاج ان هو يتخلص من ثاني اكسيد الكربون، بيتخلص منه من خلال عملية الزفير اللي هي بيحدث فيها عكس عملية الشيخ، ان بيبدأ الحجاب الحاجز بيرتفع الى اعلى وتبدأ تنضم اللي هي عضلات القفص الصدري، تمام كده، ويبدأ يحصل ضيق على الرئتين، فيبدأ مساحتها تقل أو المساحة المتاحة ليها تبدأ تقل، فبتبدأ تطرد ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم، ودي اسمها عملية التنفس اللي هي الخارجية. عملية التنفس الداخلية معناها إن أنا خلاص أنا الجسم حصل عندي على الأكسجين، فبتبدأ كل خلية من خلايا الجسم محتاجة إن هي يوصل لها نسبتها أو حقها من الأكسجين ده. فبيبدأ يحدث تبادل ما بين الأكسجين وخلايا الجسم والرئتين اللي هي الدورة الرئوية اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الجهاز الدوري. يبدأ ان هو الجسم يحصل على الأكسجين ويبدأ يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، ودي بتتم ما بين خلايا الجسم وما بين الرئتين، وبسميها اللي هو التنفس الداخلي. طيب بعد التنفس الداخلي بيبدأ ان انا يكون عندي بعد كده اللي هي مكونات الجهاز التنفسي. مكونات الجهاز التنفسي شباب بيتكون من 8 أشياء. أول حاجة الأنف، وحنقف وقفة مع الأنف. الأنف أول حاجة إن هو في تركيبه ذات نفسه عشان يلاقي الوظيفة بتاعته. أول حاجة إن الأنف بيكون موجود بيه شعيرات دموية، والشعيرات الدموية ديت موجودة بكثرة كتير جدا عشان تبدأ تعمل عملية تدفئة للهواء الداخلي، عشان الهواء تكون درجة حرارته مناسبة للجسم وللرئتين، فيبدأ إن الشعيرات الدموية دي تبدأ تدفي الهواء اللي داخل الجسم. الأنف أيضا بيحتوي على بجانب الشعيرات الدموية بيحتوي على الشعر، والشعر ده مهم جدا عشان يعمل عملية تنقية للهواء من الميكروبات والأتربة، بالإضافة للمخاط اللي موجود في الأنف عشان يبدأ يحصل عملية إن هو بيكون مادة لزجة بيلتصق بها الميكروبات والبكتيريا والأتربة، بحيث إن هي تنقي زي فلتر ينقي الهواء الجوي اللي داخل الرئتين. ده الأنف. تاني حاجة البلعوم، والبلعوم على فكرة هو عضو مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. بعد كده لسان المزمار، وكنت شرحته في الجهاز الهضمي إن هو بيعمل عملية إن هو بيسد القصبة الهوائية أثناء مرور الطعام، علشان إن هي ممر واحد، حاولنا عضو مشترك، فده لسان المزمار وظيفته إن هو يسد ممر الهواء القصبة الهوائية عند دخول الطعام، بحيث إن هي ما يحصلش عملية دخول جزيئات من الطعام في داخل الجهاز التنفسي. بعد لسان المزمار عندي الحنجرة، والحنجرة تعتبر من ضمن مكونات الجهاز التنفسي. بيالي الحنجرة اللي هي القصبة الهوائية اللي هي هتبدأ تتفرع إلى فرعين، فرع لكل رئة، رئة يمنى ورئة يسرى، وتبدأ تتكون الشعب الهوائية أو الحويصلات الهوائية. وعندي الرئتين اللي هم أكبر مكون في الجهاز التنفسي، بيخلي بالي بيجي في الامتحان يقول لي أكبر عضو في الجهاز التنفسي، أكبر عضو في الجهاز التنفسي هو الرئتين. آخر حاجة اللي هو الحجاب الحاجز اللي اتكلمنا عنه في عملية الشهيق وعملية الزفير، اللي هو بيفصل الجهاز التنفسي عن الجهاز الهضمي، واللي هو بيتحكم في عملية الشهيق وعملية الزفير. ديت مكونات الجهاز التنفسي. طيب الحركات التنفسية، ايه اللي بيتحكم في معدل التنفس عندي؟
سبحان الله، يعني احنا كنا خدنا الجهاز العصبي وعرفنا ان انا عندي من مكونات الجهاز العصبي المخ او الدماغ. اللي بيتحكم في عملية التنفس هو الدماغ، بيتحكم في معدل التنفس. امتى؟ بيستجيب لمنبه، المنبه ده بيشير الى حاجه الجسم الاكسجين. كل الجسم بيحتاج للاكسجين اكتر، كل ما بتزيد نسبه المنبه ده فبالتالي بيسرع من عمليه الشهيق وعمليه الذخيره عشان يحصل على كميه اكسجين اكبر. وبالتالي بيتخلص من نسبه ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. دي اسمها الحركات التنفسيه اللي بيتحكم فيها من خلال عمليه الشهيق والذخيره، بيتحكم فيها من خلال الدماغ، لان الدماغ هو اللي بيحتاج يتحكم في عملية التنفس من خلال ان هو بيستجيب لمنبه معين اللي هو بيشير لحاجة الجسم، قد ايه الجسم محتاج للاكسجين. طبعا الجسم بيحتاج للاكسجين لحاجات كتير جدا، محتاج للاكسجين اهم حاجة اللي احنا قلنا عليها اللي هي عملية اكسدة الجلوكوز عشان يبدأ يحول الجلوكوز ده الى طاقة يبدأ يستخدمها الجسم في العمليات الحيوية والوظائف الحيوية المختلفة. طيب لما نيجي نتكلم عن اخر حاجة اللي هي امراض الجهاز التنفسي، ايه اللي بيصيب الجهاز التنفسي؟ قال الجهاز التنفسي بيصاب بعدة أمراض. أول مرض فيها اللي هو مرض الربو، مرض الربو، وده مرض بيصيب الجهاز التنفسي. مرض الربو ده شباب بيحصل منه خلال تهيج الممرات الهوائية، بيحصل تهيج في الممرات الهوائية بيؤدي إلى انقباض القصبات الهوائية وتضييقها. القصبة الهوائية ذات نفسها بتضيق وبيحصل التهاب للممرات الهوائية دي، فبالتالي بيسبب مرض اسمه مرض الربو. المرض الثاني اللي هو التهاب القصبات الهوائيه، ودي بتنتج نتيجه عدوى. بيحدث عدوى بينتج عن العدوى ديت ان السعال وخروج المخاط، ده بيسمى التهاب القصبات الهوائيه. المرض الثالث اللي هو التهاب الرئه، والتهاب الرئه بيصيب الرئتين وبينتج باستمرار او بينتج غالبا عن طريق عدوى ويسبب تجمع المواد المخاطيه في الحويصات الهوائيه. يبقى انا عندي الربو، عندي التهاب القصبه الهوائيه، عندي التهاب الرئه، عندي السل الرئوي، وده مرض خطير جدا. والسل الرئوي ده بسببه بكتيريا معينه بتنتقل وبتسكن في الرئتين، فبتعمل عمليه ان هي بتقلل مرونه الشعيرات الدمويه المحيطه بالحويصلات الهوائيه، فبيعمل عمليه تقليل لعمليه فعاليه تبادل الايه؟ الغازات. اخيرا اللي هو سرطان الرئه، ربنا سبحانه وتعالى يعافي الناس. سرطان الرئه ده بيحصل نمو في انسجه الرئه بصوره غير منتظمه، وان شاء الله لما تروحوا ثالثه ان شاء الله تعرفوا ان يعني خليه سرطانيه معناها ان هو عمليه نمو غير منتظم، الجسم ما بيتحكمش فيها. فاللي بيحدث في مرض سرطان الرئه ان هو في خلايا في الرئه بتنمو بشكل غير منتظم، وده بيؤدي الى سعال بشكل مستمر وضيق في التنفس والتهاب القصبات الهوائيه والرئه، وفي احيان كتير بيؤدي هذا الامر الى الوفاه او الموت. نسال الله عز وجل السلامه. يبقى اصبح ان انا عندي الجهاز التنفسي الملخص بتاعه تمام كده، ان هو عرفت الجهاز التنفسي ايه الوظيفه بتاعته، عرفت الجهاز التنفسي ايه اهميته، ادي الوظيفه الاهميه، عرفت الجهاز التنفسي الحركات التنفسيه اللي بتتم فيه، ايضا عرفت الجهاز التنفسي بيتكون من ايه، عرفت الملحوظ ان اكبر عضو في الجهاز التنفسي هو الرئتين، عرفت ايه هي الحركات التنفسيه، مين اللي بيتحكم في الحركات التنفسيه، وعرفت ايه هي الامراض اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي. تعالى يعني نختم بالرسمة التوضيحية ديت اللي هي بتبين، خلي بالك دي ممكن تيجي لك في سؤال في العملي. وانا نبهت على ابنائي قبل كده ان انا في العملي ما عادش بقى نظام العملي ان هو يجي لك ورقة وتكتب وكلام من ده، لا انت العملي هتبقى واقف على نموذج، فده نموذج من ضمن النماذج اللي ممكن تيجي لك في اختبار العملي. اجيب لك النموذج ده طبعا بدون بيانات، تمام؟ مطلوب منك انك تعرف اسم التركيب اللي قدام منك ده، ده طبعا تركيب الجهاز التنفسي. تعرف البيانات بتاعته، تعرف كل حاجه، يعني هنا مثلا دي الحنجره، القصبه الهوائيه اهي، القصبه الهوائيه هتبدا تتفرع الى فرعين، فرع كل رئه. عندي الحويصلات الهوائيه وعندي الرئتين. ده اللي هو التوضيح من خلال رسمه للجهاز التنفسي. ارجو ان احنا نكون استوعبنا الدرس.
وأرجو إن لو في أي شيء يكون في تواصل بيننا وبين بعض، وأرجو المشاركة والتفاعل من الطلاب يكون بشكل أكبر. أشكر ليكم متابعتكم، وأرجو إن أنتم تكونوا استفدتوا من الدروس السابقة ودرستها اليوم، وإن شاء الله حاول إن شاء الله في خلال الأسبوع ده برضو إن احنا نعمل الجهاز الآخر وهو الجهاز الإخراج. السلام عليكم ورحمة الله، وأتمنى ليكم دوام